أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من شخصيات ميلادية. اليوم رح نكمل دراستنا عن شخصية مميزة تعتبر واحدة من أعظم الشخصيات في الكتاب المقدس اللي وصفها يسوع المسيح: لم يقم من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. طبعا رح نتكلم عن يوحنا المعمدان. أنا موجود في عين كارم على الجبل بجانب كنيسة الزيارة. كنيسة الزيارة نسبة إلى مريم عندما جاءت لتزور إليصابات نسيبتها، فبنوا هذه الكنيسة وسموها كنيسة الزيارة. لكن خلفي بتشوفوا الجبال العالية والكروم نسبة للاسم عين، لأنه في نبع في أسفل الوادي، وأيضاً كرم أو كرم اللي هي هذه المنطقة تشتهر بالكروم، وهذا يعتبر بيت تاني لزكريا لأنه يسمى المنطار وبيته أصلاً كان في البلدة. بتشوفوا الكنيسة اللي خلفها هي كنيسة يوحنا المعمدان، وبحسب طبعاً التقليد الكنسي أنه ولد في هذه المنطقة. شيء جميل أنه نتبع المواقع الكتابية حتى ندرس الشخصيات الميلادية. اليوم رح ندرس عن شخصية يوحنا المعمدان والدور اللي لعبه خلال الفترة خلال ميلاد يسوع المسيح. أنا بدعوكم معي حتى تشاهدوا هذه الحلقة، رح تكون بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد قليل. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. أهلاً أعزائي، منواصل دراستنا في شخصيات ميلادية، واليوم حديثنا عن شخصية مميزة جداً، شخصية يوحنا المعمدان. أنا موجود في كنيسة الزيارة في عين كارم جبال اليهودية، اليوم هي جزء من أورشليم القدس. في هذا المكان، في هذه البلدة، ولد يوحنا المعمدان، وطبعا هذه البلدة فيها كنائس كثيرة اللي بتخلد ذكر يوحنا المعمدان مكان ولادته. أيضا الجدير بالذكر أنه في كل طبعا الكاهن ممكن يكون عنده بيتين: البيت الرئيسي اللي بيكون ساكن فيه، وعلى الأرجح وين يوحنا المعمدان ولد، في كنيسة في داخل البلدة، وبيت آخر اللي يعتبر زي المنطار، عادة بيجوا بالصيف العائلة في فترة الحصاد بيسكنوا أكم شهر في البيت الصيفي. والمنطقة جميلة جدا لأنه على جبال عالي، جبال اليهودية، في هذا المناخ طبعا، في هذا المكان ولد يوحنا المعمدان وتربى على إيدين والدين تقيين اللي هو زكريا الكاهن وأمه إليصابات بنت كاهن من عيلة كهنة. بيرجع تاريخهم إلى موسى وهارون، هذه العائلة التي أخرجت رجال الله العديدين. طبعا ولادة يوحنا هي ولادة معجزية، لكن الله استخدم زكريا وإليصابات، لكن المعجزة أنه كانوا متقدمين في السن وكان في عقر، لكن الله فعلا شفى العقم وسمعت طلبة زكريا
وبشروا في مجيء يوحنا المعمدان، وكل البلد والجيران فرحوا في ولادة يوحنا المعمدان. تربى في هذه المنطقة في طفولته، إلى ابتداء خدمته ذهب إلى منطقة البرية، وفي البرية عند نهر الأردن كان ينادي بالرسالة العظيمة، رسالة التوبة والرجوع إلى الله، وكان يعمد الناس. يوحنا المعمدان مثل ما وصفه يسوع المسيح لم يقم من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، شخصية عظيمة جدا. لما الملاك طبعا بشر زكريا وحكى له عن المواصفات يوحنا المعمدان، إنه لازم يكون نذير مكرس مخصص للرب، وإنه لازم وإنه رح يمتلئ من الروح القدس من بطن أمه، وهذا بدل على تميزه، وإنه رح يهيئ شعب للرب. فالله رح يستخدمه كملاك سابق يوحنا يتقدم بروح إيليا وبقوة إيليا حتى يهيئ ويجهز شعب للرب. خليني أذكر شيء طبعا من التاريخ، إذا بتتذكروا أنه هيرودس الكبير أمر بقتل أطفال بيت لحم والكورة المحيطة. خلي في بالك أنه هذه المنطقة هي من الكورة المحيطة اللي قريبة أيضا على بيت لحم، فأكيد أيضا بمعجزة طبعا بحسب التقليد يقال إنه الملاك خبأ يوحنا المعمدان وراء صخرة، وفي طبعا بالأشكال في داخل الكنيسة بنشوف الصورة القديمة، والرب أنقذ يوحنا كمان من بطش هيرودس كما أنقذ يسوع المسيح طبعا بهربه مع يوسف ومريم إلى مصر. فيعتبر معجزة في ولادته وفي حياته وفي رسالته أيضا حتى يتمم المخطط الإلهي والرسالة الإلهية والإرسالية الإلهية اللي الله أقامه بها وعليها حتى يهيئ شعب لمجيء المسيح. We don't know the significance of the beginning of a story until we come to its end. And then we realize, oh yes, I didn't see it back then, but I see it now. And that's how I think of the birth of John the Baptist. So we have an amazing thing happening. Mary is expecting, but several months ahead of her is an older relative. And everyone just assumed she'd never have children. And she was past her prime of life. And now amazingly, she's expecting a child. I mean, what's going on here? Two families, somebody that got pregnant too soon, somebody that got pregnant too late. Is there a meaning here? And then later, John the Baptist and Jesus become colleagues, you might say, partners in ministry. John calling for the people to repent and prepare for the day of the Lord that is drawing close. And then, of course, Jesus emerges proclaiming that God's rule has in fact come. أهلا أعزائي المشاهدين، منواصل حديثنا عن شخصية عظيمة، شخصية يوحنا المعمدان. وطبعا هذا حق أنه نيجي في المكان المشهور أو اللي تشهر من خلاله، أقصد نهر الأردن. إحنا طبعا على الحدود، منطقة الحدود، من الجهة الثانية شايفين الكنائس، هذه منطقة الأردن، والجهة الثانية بسموها المغطس، مكان المعمودية بحسب كلمة الله في إنجيل يوحنا بيت عبرة. ومن هذه الجهة الأراضي المقدسة في منطقة بسموها قصر اليهود. هذه المنطقة مشهورة جدا بسبب نهر الأردن، النهر المقدس. ومثل ما شايفين معي سواح بتيجي من كل أنحاء العالم لكي تتبارك من هذا المكان، وكثير من الناس اللي بيجوا بيقوموا في مراسيم المعمودية في هذا المكان بيتذكروا معمودية يسوع المسيح
على يد يوحنا المعمدان. هذه المنطقة مشهورة جداً بسبب النهر، هذا النهر يسمى نهر الشريعة من كلمة شرع أو قسم، وطبعاً لأنه من هذا النهر دخل يشوع بالنون مع الجيل الثاني شعب إسرائيل إلى الأراضي المقدسة. وأيضاً نتذكر إيليا النبي من الجلجال، طبعاً من هذه المنطقة من خلال الرداء قسم هذا النهر، وطبعاً خادمه أليشع اللي أخذ مكانه فعل نفس الشيء، طبعاً قسم هذا النهر. لما دخل شعب إسرائيل وقفوا الكهنة اللي كانوا حاملين تابوت العهد، وبحال ما داسوا نهر الأردن انشق النهر حتى عبر جميع الإسرائيليين دخلوا إلى الجهة الأخرى. هذا النهر هو نهر الأردن اللي بيبتدي من عند سفح جبل الشيخ جبل حرمون، بصب في بحيرة طبرية، ومن بحيرة طبرية استمر نزولا إلى البحر الميت. وهذه المنطقة منطقة المعمودية بحسب كلمة الله في الكتاب المقدس. فهذا النهر يعتبر الحدود الجغرافية بين ثلاث دول، إسرائيل والأردن وفلسطين. وهذا النهر مثل ما ذكرت هو النهر الوحيد في الكتاب أو العظيم، مع أن اليوم ما فيش مي كتير فيه بسبب الاستخدام الكثير لمياه نهر الأردن. المنطقة اللي احنا موجودين فيها تسمى الجلجال. لما دخل شعب إسرائيل الجلجال أصبحت المركز الديني، لأنه كان موجود فيها خيمة الاجتماع، وأيضاً المركز الحربي أو العسكري، لأنه كان بيقوم في الحملات العسكرية مبتدئين بأريحة وأخذ أرض كنعان، وأيضاً المركز السياسي لكل الإداريات السياسية. طبعاً يشوع تقابل مع ملاك الرب في هذا المكان قبل دخول أريحة، والملاك قال له أنا للرب، يعني ما أخدش أي صف أو أي جانب. لكن شيء مهم الجدير بالذكر أنه لما دخل شعب إسرائيل إلى هذه المنطقة انقطع المن اللي كانوا بيكلوه في البرية لمدة 40 سنة، ابتدأوا يكلوا من ثمر الأرض. وفي هذه المنطقة أعادوا اختتان كل الرجال طبعا من شعب إسرائيل، ولأول مرة بعيدوا عيد الفصح من بعد ما تركوا مصر. فهذه المنطقة مشهورة جدا. لكن اللي بهمنا أحبائي شخصية يوحنا المعمدان اللي كان يعتبر واحد من أعظم أنبياء العهد القديم، اللي كان سابق ليسوع المسيح حتى يهيئ الطريق أمام يسوع المسيح. يوحنا المعمدان شهد أعظم الشهادات، ومن ضمن هذه الشهادات أقر واعترف أنه ليس المسيح. مع كل عظمته كان شخص متواضع جدا، ولما سألوه أأنت المسيح قال لست أنا، وجه أنظار الناس ولسيما تلاميذه إلى يسوع المسيح، ولسيما هوية يسوع المسيح. في هذا المكان واحدة من أعظم الأقوال اللي قالها يوحنا المعمدان عن يسوع المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. شهد لفداء المسيح، شهد أيضا لأزلية المسيح أنه كان قبله، وشهد أيضا للاهوت المسيح، اعترف أنه يسوع هو ابن الله، وشهد لعمل يسوع المسيح، قال أنا أعمدكم بماء، لكن عندما تحدث عن يسوع المسيح قال هو يسوع المسيح يعمدكم بالروح القدس ونار. وطبعا اعترافات كثيرة، واحدة من الاعترافات الحلوة جدا في شخصية يوحنا قال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. هذا هو يوحنا المعمدان، الشخصية العظيمة اللي كان يعمد في هذا المكان عند نهر الأردن. ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص، الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي،
ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. يوحنا المعمدان يعتبر واحد من أعظم شخصيات العهد القديم، هو حلقة التواصل بين العهدين. بعد صمت 400 سنة جاء حتى يهيئ طريق وشعب للرب، لمجيء المسيا الرب يسوع المسيح، له كل المجد. طبعا بعد معاش في هذه المنطقة الحلوة، المنطقة الجبلية، منطقة عين كارم، الكروم والخصوبة والجمال والثمر في كل مكان، الله استخدمه أن يروح للبرية، وكان عايش يعني بيشبه طريقة حياته، أسلوب حياته النبي إيليا. كان يعني ممكن نعتبره زي واحد ناسك من نساك العهد الجديد. كان طبعا بيوكل جراد وعسل، وكان بيلبس من وبر، يعني منطقة من وبر الإبل، وكان حياته زي بسيطة جدا، متقشف، بينتقل من مكان إلى مكان، مع أنه خلفيته خلفية عظيمة جدا، من عيلة عظيمة جدا، عيلة الكهنة، عيلة معتبرة جدا. ترك كل شيء وراح يتكلم برسالة الرب كما وعد الرب وكما تنبأ عنه. فيوحنا المعمدان يعتبر واحد من أعظم الأنبياء، وكانت رسالته في عند نهر الأردن في منطقة الصحراء هي رسالة التوبة، توبوا. كان بيركز على هذا الموضوع، اصنعوا ثمار طليق بالتوبة. بعدين كان يعني صوت ناري بيتكلم ضد الظلم الاجتماعي، وتكلم ضد الظلم الديني، ولا سيما الفريسيين اللي استخدموا الدين، والصدقيين كان في عندهم نوع من الفساد الديني، وبخهم. وكان يتكلم بكلمات قوية جدا، لكن الرسالة الأهم أحبائي، ركز كل رسالته على هوية يسوع المسيح، إنه يسوع المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، إنه يسوع ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، وإنه إنه يسوع هو المسيح الموعود به، وأقر إنه مش هو المسيح. وكان بركز على الحياة الثمر، الحياة العملية. كان شخص شعبي، لأنه كانت الناس تيجي لعند يوحنا من كل مكان حتى تعتمد منه. وكان معلم، لأنه كان عنده تلاميذ كثيرين، حتى وجه أنظار التلاميذ إلى المعلم الأعظم، إلى شخصية يسوع المسيح. حتى إذا بنقرأ في سفر أعمال الرسل أنه كان في تلاميذ يوحنا اللي تكلم معهم بولس الرسول، وفي أتباع كثيرون إلى يوحنا إلى يومنا هذا. للأسف يمكن الأتباع اليوم مش بيمشوا برسالة يسوع المسيح، لأنه المسيح هو المركز، هو المحور، هو المخلص، وأنه يوحنا وجه أنظار الناس إلى يسوع المسيح. فكان ممتلئ من الروح القدس، كان بيتكلم برسالة الله. الجدير بالذكر أحبائي إنه جاء يسوع المسيح ليعتمد على يدي يوحنا في بيت عبراء في المغطس في الجهة الأردنية، وهناك يوحنا قال له ينبغي أنا أعتمد منك، لأن المعمودية كانت للغفران. لكن قال له يسوع اسمح الآن،
هكذا يليق لتكميل كل بر. فالمسيح تعاطف مع الإنسان، وطبعا أخذ شبه يعني أخذ جسد إنسان وفعلا اتعاطف في كل شيء. فالمسيح وقف في نهر الأردن، وقف مكان الخطاء التوابون حتى يتعاطف، وأنه يوم من الأيام هو رح يأخذ مكانهم على الصليب لكي يغفر الخطية بالكامل. فعمد يسوع المسيح. لكن خليني أقول أيضا أن يوحنا المعمدان كان حتى الملوك تخاف منه. هيرودس أنتيباس كان بينبسط، كان يصر أنه يسمع يوحنا المعمدان، لكن من ناحية أخرى كان بخاف يوحنا المعمدان، لأنه يوحنا كان معروف كنبي عند الجميع، وأن يوحنا وبخ هيرودس أنتيباس لأنه أخذ زوجة أخوه فيليبوس، فيليب أخو فيليب اللي كان بيحكم المنطقة وين قيصرية فيليبوس المنطقة الشمالية. فهيرودس حطه في السجن، وإحنا بنعرف القصة إنه رقصت بنت هيروديا وطلبت رأس يوحنا المعمدان على طبق، وفي قلعة المكاور أو المكايروس في عند البحر الميت من الجهة الأردنية، هناك قطع رأس يوحنا المعمدان، ويعتبر يعني لربما الشهيد الثاني. الشهداء الأول اللي كانوا أطفال بيت لحم، لكن الشهيد الآخر هو يوحنا المعمدان من أجل رسالته وأنه شهد عن يسوع المسيح. يوحنا فعلا أكرم يسوع والرب أكرمه. وكان في توقيت، يعني خلينا نتذكر في ولادة يوحنا قال الملاك لزكريا سمعت طلبتك، وأن يوحنا جاء كوكب نور إلى حين حتى يعلن ويوجه أنظار الناس إلى يسوع المسيح. وعندما الناس عرفت يسوع انتهت رسالة يوحنا طبعا بالاستشهاد، واستمرت الرسالة من خلال يسوع المسيح، والرسالة ما زالت إلى يومنا هذا. فالسواح بيجوا من كل أنحاء العالم حتى يزوروا الأماكن المقدسة ويزوروا هذه الكنيسة اللي حوت يوحنا وعائلة يوحنا المعمدان. بصلي من كل قلب إنك تباركت في هذه الدراسة. Everybody's heard the story about the Bedouin boy who clambered up into a cave and discovered some jars and some old leather scrolls. He didn't see them as having much value, but eventually collectors discovered their great value, and yes, they were authenticated. Carbon 14 had just been invented shortly after World War II, and it was discovered that these scrolls are 2,000 years old. There's a group called the Essenes. We think it probably means doers of the law. And these Essenes were critical of other ruling priests in Jerusalem. And so they looked forward to the coming of a Messiah who would then clean house, as it were, and overthrow a corrupt priesthood, fulfill prophecies, and exalt Israel among the nations. The importance of the finding not only the biblical scrolls, Isaiah, for example, and also other scrolls from Qumran and with this group that was here, is that it raised the expectations of the coming of the Messiah at that time. And the fact that we were able to put our hands on this and hold in our hands the actual text that they were reading back at the same time that Jesus and his disciples were alive, show that the text was a standard text that is preserved in our Bibles today. The Dead Sea Scrolls do relate in a very significant way to the Christmas story. One in particular found in Cave 4 says that the coming Savior of Israel will be called the Son of God, Son of the Most High, who will reign forever. And what is said of this coming Son of God is very, very close to what the angel told Mary in Luke's Gospel.
أهلاً أعزائي. في الختام خليني أقول شيء كتير كتير مهم. يوحنا المعمدان طفل المعجزة، كاهن، نبي الله، هيأ الشعب أمام الرب، عمد يسوع المسيح، وبخ ملوك، وبخ الفريسيين. لكن في شيء مهم جداً، رغم أنه الله استخدمه أنه يتقدم بروح إلية وأنه يتكلم عن مجيء المسيح، هو نفسه كان بينتظر مجيء المسيح أيضاً للخلاص. إذا بتذكروا معي، كان يوحنا موجود في السجن، أرسل 2 من تلاميذه وقال: أأنت هو أم ننتظر آخر؟ أجاب يسوع وقال: اذهبا وأخبرا يوحنا، العمي يبصرون والعرج يمشون والموتى يقومون والصم يسمعون والبرص يطهرون والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيا. فعلا هذا الرسالة كانت كفيلة أنه تأكد ليوحنا أنه يسوع هو المسيح وهو مخلص العالم. نتعلم من يوحنا التواضع والأخلاقيات العظيمة جدا، مثل أم أليصابات اللي كان عندها أخلاقيات عالية بطريقة حديثها مع مريم العذراء، وهكذا بأخلاقياته العالية وبتواضعه العظيم وجه أنظر أعين الناس إلى يسوع المسيح: ينبغي ذاك أن يزيد. فأنا بصلي أن رب يعطينا هذا الروح، روح يوحنا المعمدان، روح التواضع، وأيضا روح الشجاعة وروح الجرأة والخدمة، أنه نشهد عن يسوع المسيح. الرب يباركك.